السلام عليكم، احنا وياكم للحين بالجلوبال انتربرينور شيب سمت. معاكم عبد الله الشلبي من ومضه، ويانا الاخت. تعرفينا عن نفسك؟ سبا البوسعيدي من سوشتك. اوكي سبا، فانت من العمان ما شاء الله. عندنا وايد هنا ما شاء الله بنات من العمان وشباب، فتعطينا فكره بس عن خلفيه عن شركتك وشلون بديتي ووين انتوا الحين؟ شركتي اسمها سوشتك، مختصه بالاعلام الاجتماعي في اعطاء استشارات وتدريب في الاعلام الاجتماعي. متى بديتي الفكرة؟ 3 سنوات. ما شاء الله 3 سنين صار لكم تسوون هذا. انت لحالك ولا معك احد؟ معي احد، صاحبتي هي الفاوندر وانا الكوفاوندر. دخلت معها كمستثمر وشريك في الشركة. هي صار لها تشتغل في الشركة 3 سنوات وانا دخلت معها من شهر تقريبا. ما شاء الله، فانا قاعد اشوف يعني ما شاء الله عندكم بعمان وايد حركة وكذي، فشلون انت حتى اصلا بديتي الفكره وخليت الوظيفه والشغل بالحكومه واتجهتي حق هذا المجال؟ يعني انا ما اشتغلت في الحكومه اساسا، بعدني اشتغل في شركه مختصه بالنفط والغاز، لكن بدانا سوشتك شفنا ان الاعلام الاجتماعي ماخذ دور كبير في البزنس في عمان، فصار هو الماركتنج تول اللي الشركات تستخدمه والحكومه ايضا تستخدمه للوصول الى الناس. فأنت قلت بديتي في سنة 2008 و2009. شلون مولتوا المشروع مالكم؟ استثمار خاص. والحين عندك هذه الفكرة بس ولا قاعد تسوي أشياء ثانية بعد؟ عندي استشارات هندسية لأني أنا مهندسة، فنفس الشيء استشارات الهندسية صار لها 4 سنوات، ونفس الشيء استثمار خاص. شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهونها بعمان كأنت يعني يسمونك رائدة أو انتربرنور؟ الصعوبات اللي نواجهها ما بتكلم عن التمويل لأني ما حاولت أروح، لكن في لشركة الإعلام الاجتماعي اللي إحنا موجودة عندنا الحين الصعوبات إنه الناس بعدها ما قادرة تستوعب إيش معنى إعلام اجتماعي، لأنه يمكن هو ما في سنهم هذا الشيء. سن الشباب الحين هم اللي يستخدمون الإعلام الاجتماعي أكثر من الكبار، لكن الحمد لله في الحين تقبل لهذا المجال أكثر من قبل، فصارت الحكومة في عنا عدد من الوزراء موجودين في تويتر يخاطبوا الناس 1-to-1، ما في أي كلفة بينهم، والناس بدأت تفهم إيش معنى الإعلام الاجتماعي وأهميته في المجتمع. أنتوا الحين في مسقط أو؟ أو في عندكم طموح أنكم تتوسعون وتروحون دول الخليج الثانية وكذي؟ إن شاء الله، إن شاء الله في دبي أول شيء، وبعد ما ندرس السوق أكثر في الخليج إن شاء الله ناويين يعني. شلون شايفة المناخ اللي هو يعني حق الرواد عندكم في عمان؟ يعني هل قاعد الحين يزيد؟ هل في نقص؟ هل في موجة الحين لسه جاية؟ شلون الوضع عندكم في مسقط؟ في موجة جاية قوية جدا. إن شاء الله. منو الرواد، البنات ولا الشباب؟ الاثنين مع بعض. احنا من غير ما نكمل يعني الاثنين من غير بعض ما يكملوا البزنس، يعني المفروض هم الاثنين مع بعض هم يكملوا بعض في البزنس. يلا الله يوفقكم والله، وان شاء الله يعطيك الف عافيه بعد. مشكورين. شكرا، ما قصرت. هلا.